Com cena. شنو مانيش كيما نعتذر انني انقطعت عن القناة لمدة طويلة. انا اعتذر الان سنلعب هذه اللعبة، لا اعرف اسمها ولكن سنلعبها على اي حال. نحن الان في الراوند الثالث من دول المجموعات، انني قد لعبت قليلا منها، مباراتين في كأس العالم 2018 بالجزائر، لأنها لعبة ونحن نلعب أي بلد نحبه. سنستقم احتياطي يعجبني وإلعب يا حبيبي. وعدنا لكم بداية المباراة. الكرة الآن لبو خالد ليأخذونها وتعود زي أخذ الكرة. جابيور ستة تدع خطيرة. التهديد الأول لنا عن ضد إنجلترا. يأخذها هيا 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 ستة. لا 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 إنجلترا نحن أفضل منها في اللعب. حنيش كتيرة سليماني بابا حطها له في الشباك. 90 يا سليماني، إنه لاعب ممتاز سليماني. إسلام سليماني أفضل لاعب في هذه كأس العالم في هذه اللعبة، أفضل لاعب بالنسبة لي. الجزائر أفضل منهم في اللعب. سليماني تشابيور خذونها يجيبها. جابو خيلود خوي خويلود سليماني تيري. ايها سليماني يا مهبلهم سليماني يا خويا خويا شو نلعبو تكون تيري. ايها قريبة تدخل سيدروك هاك تشاي تحتاني ضرب جابور سليماني باي بانون هما بغات تدخل الدراري اللهي ما بغات. انا من الجزائر اخوكم لكي تعرفوا، اخوكم من الجزائر. تحياتي من كل اي واحد يتابعوني من العالم، تحياتي لكم من الجزائر، يوتيوبر دائم من الجزائر. الشباب اكتبوا لي في التعليقات ماذا نلعب لعبة في المستقبل. اكتبوا لي ما لعبة نلعبها في المستقبل، سأنزل مقاطع عليها. اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا ما تنساوش. كرة سليماني نطالب تديها. جابو فوتري سليماني بيتا سليماني راكالي همني فنان بحط روزيرو دي كيف اخ عيانة نربحنا هادو ان شاء الله. الحمد لله يا حليش كتيرا كوديرو عطيك اسم هداك كود من عفتله كتيرو تاك هو كتيرو اللي كنت نقول بنطالب تشابيور سليماني. شو ما غلط لانني انا عارف لاعب المنتخب الجزائري سنطقهم صح مع هذا واحد ذاك جابيور لا اعرف، لكن هنا اسماء خاطئه كتيرة. تعود كرة الان جيب حليش الدوخه معكم
نسيت ندخل امبولاي حارس الاساسي نسيت نرجع بيو. السلام عليكم، صح ربع ساقطع عليكم، الى اللقاء. جاءني بانالتي يا شباب وسأدير لكم ان شاء الله هدف. كول 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 8-0. الان سنعود معكم بعد نهاية المباراة ان شاء الله. عدنا لكم انتهت المباراة، سنلعب ضد كوريا الجنوبية، سأرى من احنا نتجب اول هدف. بطولة اسلام سليماني ب 11 هدف، يتم وراء الشعراوي بأربع اهداف فقط، لا يقل. سنلعب دوري الثمانية ضد كوريا، سنلعب ضد كوريا الآن. ابتدأت المباراة، نحن ضد كوريا، الله أكبر، في دوري 16 من كأس العالم. كوريا تعود لهم كرة، شنوك تسدد الدوخة، الدوخة هنا مكانش بيت مع الدوخة. خيلود كبغي يعطيها سليماني، يجيب حليش رفيق حليش، إذا صبيتو غنديروخ ديرو خلود. سليماني جابيو وقريب حليش، ما هذا يحليش رفيق حليش. الله، الجزائر طالت مليون ونص مليون شهيد. الجزائر تستيدا الهدف الأول لسليماني، الهدف الأول. 1-0 لنا، 1-0 نحن فائزون، 1-0. تستيدا من هنا، كول، لا قريبة جدا. بنطلب برضية وتستيدا خلات بالرأس والجول، الجول جميل. سأحتفظ به في هذه التخزين، نشوفها من بعد بين هذه شابيو شبانو بنطلب جابيور طالب سليماني طالب اكفر عربيت لما كفر جمع عربيت معاهم كفر ايو منا تيري لا قريبو كثيرا كورنر لا سيمتر تربهاش نشتغط عربها ما نشتغط زيرو عربية شهادة منك قريبو شو اوياي بصعب سليماني. الجول
شابو قريبة. إيه بس كان جيني نطلع بالغارديان لعب. لا لا شو عدنا لكم إنه إعلان سخيف قطعنا لكم طبعا هذاك صامت جابيور كرة عرض خلود خويلد خويلد البيت خويلد حطالو ان شاء الله ماتش جاي سهل ان شاء الله انه ممل لا شنقطع عليكم 4-0 فايزين فايزين كرة الكون لا ايه كرة البيت ايه البيت 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 يا الحمق البيت 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 لي ايه ايه لا بيت 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 سليماني عطاتي لا 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 تحتي ستار بيك ناسمي قول أفضل قول فيها وراء هدف سليماني ثاني أفضل هدف انظروا للهدف تقييمكم من 10 للهدف أفضل هدف يا حبيبي سوني هذه المباراة وأختم الفيديو إن شاء الله يا شباب ستت أوي ها طحنا عليهم على بالكم استقبلوا بزاف ريحو زيد له مكاش لوكو ضربو زيد له مكاش لوكو اي سليماني سبع سبع قبل ما يكمل الماتش سبع سليماني سبع سليماني سبع سبع خويلد 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 سويلد سبع جول 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 سبع سبع بولو خويلد كنت لهم السابع صاحي صاحي بحنو بحنو بحنا هم باي باي السلام وتشابيور هنا سأختم فيديو يا شباب أن مباراة مقبلة ضد بنما هنا فزنا 7-0 هم 2-0 إيطاليا 3-1 هندوراس 2-0 إكوادور 3-2 كوستاريكا 3-0 يوروغواي 1-0 إنجلترا 3-1 وسأودعكم ونلتقي في الفيديو القادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.